ودلوقتي هنعمل عيش السمك اللي هو بيسموه الدبداب. عيش السمك ده عباره عن ايه؟ يا دوبك دقيق وملح وميه، انا زودت له حبه زيت بس كمان عشان يبقى يعني فيه شويه طراوه كده زي الايه؟ زي الفطيره سنه صغننه. ان هو اصل الدبداب هو دقيق وميه وملح، ده بيعملوه عيش للسمك مخصوص، لما يكونوا عاملين طواجن سمك او صواني سمك، بس طبعا طواجن بيعملوا لها الدبداب ده اللي هو عيش السمك، هنعمله مع بعض، انا مزوده له سنه زيت صغيره بس. طيب ايه تاني؟ هنعمل سلطه الطحينه بس بالحمص، نبدا الاول في العيش وبعدين هعمل لكم سلطه الطحينه وانا بخبز. بحب الكلمه دي قوي، كلمه الخبيز دي بتعجبني جدا. هناخد 3 كوبايات دقيق، يعني الواحد لما كان يروح الارياف زمان ما كانش يروح يلعب كده زي عيال صغيرين وخلاص، لا لازم وقت الخبيز ده كان لازم يبقى قاعده جنب الفرن، بعد كده بقى يبقى يروح يلعب في الغيطان ويعمل اي حاجه هو عايزها، بس لازم احضر حصه الخبيز دي، تعجبني قوي. شويه ملح، هنا 3 كوبايات دقيق ورشه الملح، انا حاطه هنا ايه حوالي 3 معالق كده من الزيت، دي زياده من عندي، انما اصل الدبداب ما فيهوش زيت، وميه، ونعجن عجينه حلوه، عجينه عيش.